فيوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم. هذا اليوم هو مناسبة عظيمة للمؤمنين، وهي أن الله عز وجل نجى فيه موسى وقومه من فرعون وجنوده، وهذه النعمة نعمة للمؤمنين إلى قيام الساعة. وكان عليه الصلاة والسلام يعظم هذا اليوم ويتحرى صيامه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على سائر الأيام من يوم عاشوراء. هذه المناسبات ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وألا يفوتها، أجور عظيمة على أعمال يسيرة. صيام يوم عاشوراء يقول عليه الصلاة والسلام عن فضله: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. السنة أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، تحقيقا لمخالفة اليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. كان السلف الصالح يحرصون على صيام هذا اليوم، فينبغي لنا جميعا أن نحرص عليه.